السلام عليكم، انتم مباشرة في المحل ديال شعيب الأواني المنزلية. أول حاجة مهمة بغيت نقولها في هذا اللايف هو أنه السولد إن شاء الله غادي يبقى مستمر شهر واحد كامل إن شاء الله، شهر يناير كامل سنة 2021. كنا قبل قلنا أن السولد غادي يسالي نهار 31 جانفير بعد الطلب الكبير ديال الناس الزبناء ديالنا اللي طلبوا منا أنهم مازال باغيين يستافدوا من البروموسيون، مازال ما تحتش لهم الفرصة باش انهم يجيو يتقدموا من عندنا. لهذا السولد ما غاديش يسالي نهار 31 جانفير، وانما غادي يبقى المده ديال شهر يناير كامل ان شاء الله. السولد مازال شهر يناير كامل. كاين الجديد، مرحبا بكم. كيف كتعرفوا انه كاين هذا البراد جبنه جديد ديال النحاس كيدير 50 درهم راه مطبوع، وكاين هذا المقرش هو المستيلي تا هو جبنا حتى هو، هذا كيدير 60 درهم. وكاين الترموسات اللي كانوا واحد الايامات ما بقوش عندنا، عاودنا جبناهم دابا اللي كنا قلنا فيهم 3 سنين ديال الكارونتي، كيشدوا 12 ساعه ديال السخونيه و 24 ساعه ديال البروديه، حتى هما كاينين. المهم كاين هذا البريق، هذا كنا جبنا ايترو، دابا كاين ايترونس. ايترونس كيدير 70 درهم، ايترو كان ب 60 درهم. ترموس ديال اينوكس. المهم كاينه السلعه موجوده. كنتمنى ان الناس ماشي ضروري فين ما ندير لايف يجيو الغد ليه، كنتمنى ان الناس يجيو على ايام متفرقه. السلعه غادي تكون الخميس، الجمعه، السبت، الاحد، الاثنين، الثلاث. هاد السلعه كامله اللي كتشوفوا نتوما دابا غادي تبقى مستمره المده ديال شهر كامل ان شاء الله، اللي هو شهر واحد. يعني ماشي ضروري تجيو هاد الاسبوع هذا باش تقدروا تستافدوا من البروموسيون، مازال السولد مستمر المده ديال شهر واحد كامل ان شاء الله. المهم السلعه كامله كاينه. بعض المرات كتجيو كتلقاو السلعه تقادات، راه دائما كتكون دائما الجديد، غير هو دائما ديما كنقول اللي بغى يلقى الجديد دائما يجي مع 10 ديال الصباح، كتكون السلعه موجوده نهار الثلاث ونهار الخميس اللي هو غدا ونهار السبت. ولكن حتى الايامات الاخرى تكون السلعه موجوده، ماشي غير الايامات اللي قلت، غير هو الناس اللي كيبغوا يتقداو والناس اللي كيبغوا يبيعوا يشريو كيبغوا السلعه بالكثره راه تكونوا في هذه الايامات. المهم السلعه كلها كاينه، الترموس، البراد، المقراس، السلعه كلها موجوده. عطيني ديك المقله، المقله اللي لهيه. لا المقله اللي بالغطا، الترموس، الهاشوار حتى هي كاينه، الكيسان كاينين، المقراج، البومبي، السلعه كامله كاينه. هاد المقله حتى هي راه جات، بزاف الناس كيجيو كيلقاو التقادات، راه كاينه دابا كدير 60 درهم. الطاجين حتى هو كاين، السلعه كامله كاينه. المهم غنعاود نذكر ان السولد غادي يبقى، الهاشوار كلشي كاين، السولد غادي يبقى المده ديال شهر واحد كامل. يعني ماشي ضروري الانسان يجي غدا ولا بعد غدا. ودائما كنعتذر بزاف للناس اللي ما كنقدروش نجاوبوهم في لي زابيل من كيعيطوا لينا، لان عدد كبير ديال لي زابيل كيوصلونا في النهار. كنعتذر بزاف الناس اللي ما كنقدروش نجاوبهم في لي زابيل، كنعتذروا الناس اللي ما كنقدروش نجاوبهم في لي ميساج ديال الواتساب او لي ميساج ديال الفيسبوك. الاسئله ديالكم دائما كنحاول نجاوب عليها في اللايف. السؤال اللي كيوصلني بزاف، واش السولد غادي يسالي؟ لا، ما غاديش يسالي، غادي يبقى شهر واحد كامل. السؤال الاخر اللي كيوصلني، اش امتى كتحلوا؟ كنحلوا من 10 ل 7، الله يرحم بالوالدين، حتى واحد ما يحاول يجي عندنا ورا السبعه، لان كتوصل السبعه كنحاولوا اننا ندخلوا السلعه، كنحاولوا اننا نقادوها باش 8 نسدوا. ثالث سؤال كيوصلني هو انه كيسولوني الناس على المقلاة، السلعه مره كتكون كيجيو الناس بكثره كيحاولوا ياخذوا السلعه. المهم حاولوا تجيو في اوقات اللي تكون زعما مناسبه باش تقدروا تلقاو السلعه اللي بغيتو. المقلاة اللي بالغطا هي كاينه. المهم الاختصار والهدف من هذا اللايف اللي درت دابا هو انه السولد ما غاديش يسالي نهار 31 جانفير. السولد غادي يبقى المده ديال شهر واحد كامل،
هذه نقطة. ثانيا السلعة موجودة، واخا تجيو ما تلقاوهاش غترجعوا مرة واحدة أخرى غادي تلقاوها. حنا ما غنديش نديروا لكم داكشي ديال لا السلعة غتقادا جي، ولا السلعة الحمد لله موجودة، الوقت اللي جيتو شهر واحد كامل غادي تلقاو السلعة إن شاء الله. بالنسبة لا ليفريزون غادي تدخلوا لاباج، غنعاود نحط لكم واحد البوست فيه أمين، تواصلوا مع أمين، تواصلوا مع سعد، وتواصلوا مع منعم، هادو هما الناس اللي كيديروا لا ليفريزون للسلع اللي كنديروا فقط داخل مدينه الدار البيضاء. كاين بزاف الناس حتى كيجيو للبرنوصي عاد باش كيعيطوا لينا تيقولنا نعتوا لينا المحل. انا غنعاود نعاد المحل ديالنا فين كاين. المحل ديالنا كاين في البرنوصي، ملي كتوصل حدا السوق النموذجي اللي حدا سوق طارق، السوق النموذجي اللي حدا سوق طارق، كتطلع مع السوق النموذجي حتى للراس، غير كتكمل السوق كدور على اليسار. عافاكم دير واحد المجهود صغير ودخلوا لاباج، غتلقاونا حاطين فيديو كنعتو فيه المحل فين كاين. الى هذاك الفيديو تفرجتي فيه مزيان وخليتي عندك في التليفون، الى وصلتي للبرنوصي اي ملحان اي ملحان واحد غتوري داك داك الفيديو غادي يوريك المحل ديالنا فين كاين. راه ما كنقدروش نجاوبوا على لي زابيل لان بزاف الناس حتى كيوصلوا للبرنوصي وكيعيطوا لينا قالوا نعت لينا، ما يمكنش انا غادي نجاوب 50 ولا 60 ولا 100 واحد كيعيط لي تيقول لي نعت لي المحل. كنعتذر، كنعاود نجدد الاعتذار ديالي، راه ما كنقدروش. كنتقداو السلعه، كنليفريو الناس، كنخدمو، كندخلو الكرتون، اذا ما كيبقاش عندنا الوقت باش اننا نجاوبو في لي زابيل. بالضغط اللي كنعيشو مع الصوت اللي كنديرو، وكيف كتعرفوا ان الاجواء اللي كنعيشو ديال الكورونا كنحاولوا ما يكونش عندنا الازدحام في المحل. بعض الكليان كيجيو كيلقاونا في بعض الظروف، كيلقاونا في ضغوطات، كنقولوا للناس غير حاولوا انكم تنظموا. بعض المرات ما كيبغوش لهذا، بعض الناس كيقدروا ما يعجبهمش الحال ولا شي حاجه، كنعاود نجدوا الاعتذار ديالنا. بالنسبه لا ليفريزو، لا ليفريزو ما عندها حتى علاقه بالمحل. واحد لي جون عندهم ان بروجي ديالهم، واحد عندهم موتور وواحد عنده طوموبيل كيخدموا به كيوصلوا السلعه للناس. كتعيط ليه انت كتهون انت وياه، كتقول لي هاد السلعه بغيتك تجيبها ليا من عند شعيب بشحال غتجيبها ليا. لا ليفريزو ما عندها حتى علاقه بينا، اذا ما كاينش شي ثمن فيكس. حنا اصلا لا ليفريزو ما كناش دايرينها، من طلبونا الناس بزاف، شفنا مع هاد لي جون قلنا لهم حاولوا توصلوا للناس هاد السلعه على حسب العدد ديال السلع. الا عندك السلعه بزاف راه غادي يقول لك مثلا 50 درهم ولا 40 درهم ولا 20 درهم ولا 10، ما عرفتش انا بشحال كيوصلوا صراحه. الثمن ديال لا ليفريزو ما كندخلوش فيه. هادشي اللي كاين، اللي عنده شي سؤال يخليه ليا باش نقدر نحاول نجاوب على الاسئله. الطباصل ديال الحلوه على 6 في الذهبي ما بقاوش، كاين الاخضر هو اللي ديسپونيبل، بلا ما تبقاوش قلبوا على الذهبي ديالو، لا عندي لا عند غيري. الهاشوار كاينه، لحد الساعه كاينه، الا ما لقيتوهاش راه غادي تبقى ان شاء الله على طول الشهر. هادشي اللي كاين، كنتمنوا هاد اللايف تبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما يقدروا يستافدوا من هاد البروموسيون على مده شهر واحد كامل ان شاء الله. وشكرا، مرحبا بكم عند اواني شعيب بحي البرنوصي بمدينه الدار البيضاء. الناس اللي كيسولوا على المحل ديالنا اللي في القريعه غادي نحط لكم الرقم التليفون، عاودوا دخلوا لاباج، راه حاطين في لاباج لا فيديو ديال المحل اللي كنعتو فيه اللي كاين في القريعه، والنمره التليفون ديال السيده اللي غتقدروا تعيطوا لها باش تنعت لكم المحل. بانيني كبيره كاينه في المحل، كاينه في المحل. خويا شكون غادي يجيب ديال الطاليان؟ مرحبا طالبية، ما فهمتش السؤال ديالك خويا، شكون غادي يجيب ليا طالبية؟ اتواصلي مع امين او سعد او منعم. هادشي اللي كاين، السلعه موجوده ومرحبا بكم وشكرا.